يا ريس. لا انتوا هتسكتوا بقى ولا ارجعكم انتوا الاثنين؟ بيت على الجوبيا هنا. حصل يا ريس حصل. اهدي. ايه في ايه؟ ايه اللي بيلمع في المايه دي؟ ده باينه ذهب. ذهب ايه يا مدهور؟ دي حاجه كبيره. يبقى كنز وتلاقيه مدفون هنا من ايام زمان. اعوذ بالله من غضب الله، دي بينها مخدرات بضاعه متصبره في الميه. مخدرات؟ ايوه سم هاري. دي تبقى باضت لنا في القفص يا ابراهيم. مش بقول لكم كنز؟ كنز ايه منك ليها؟ يلا يلا عشان نبعد من هنا. ناجينا يا رب. يلا حل ايه يا ابراهيم؟ ايه ده رزق وجاي حد عندنا، رزق الوتوت الغلبان. انت بتقولي ايه يا مجنونه يا بنت المجانين انت؟ صح يا ريس، دي تجيب لها فلوس ياما. ايوه الفلوس دي يا ابراهيم هتدعنا من الفقر اللي احنا فيه. عليا الطلاق كلمه تاني وتبقى طالق، وارميك انت وهو في الميه وامشي وما بصش ورايا. يلا حل حل. صح صح يا ابراهيم صح، عندك حق يا اخويا، الواحد كان عقله فين؟ منك لله منك لله يا واد يا فرج، انت السبب لما قعدت تقول لي كنز ومش كنز. ايه ده يا اخي اللي انت بتقوله ده؟ الواحد هيروح من ربنا فين بقى؟ اخرتها ناكل مال حرام؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. حقك عليا حقك عليا يا مصطفى. خلاص خلاص حصل خير حصل خير. بس مش عايزك يعني مره تانية تندفعي ورا الحاجات دي، فكري الاول. عندك حق يا اخويا، والنبي ما تزعل مني. خلاص مش زعلان مش زعلان. بيني وبينك بقى، الناس اللي رموا البضاعه دي هيترموا في نار جهنم، دول يا اخويا هيموتوا بيها ناس ياما. ربنا يلطف ويجازيهم على فعلهم ده. احنا بقى بما اننا عندنا ضمير كده وبنخاف من ربنا، لازم نروح نسلمها للبوليس. احنا مالنا؟ ابعد عن الشر وغني له. ايوه بس لما نبقى احنا عارفين ان في حاجه زي دي هتضر الناس وتموتهم ونسكت، يبقى زينا زي اللي حطوها. تقصد ايه؟ اقصد ان انت تريح ضميرك وتروح توديها للبوليس وتنقذ الناس من السم الهاري دوت. البوليس؟ والله فكرة برضو. يلا يلا يا اخويا، مد ايدك هات الصفيحة عشان ربنا يوقف لابننا ولاد الحلال. يلا يلا يا حبيبي يلا. يا رب يا رب نجينا يا رب نجينا يا رب. بسم الله أعوذ بالله. يا ساتر. أول ما الفجر شقشق إن شاء الله نجري بيها على البوليس. الله يجازيك كل خير يا ريس. الحمد لله. يلا بقى يا حبيبي يلا يا أبو مصطفى، خش نام بقى استريح. يا رب جيب العقاب سليمة يا رب. هيجيبها إن شاء الله طول ما نيتك خير كده وصافية مع ربنا. يلا يا حبيبي يا أبو مصطفى. إنما إيه حكاية أبو مصطفى دي؟ إيه الرضا ده كله؟ مش أنت بتحب الاسم ده؟ أديني بندهلك بيه. يلا يا حبيبي استريح بقى عشان تصحى الصبح كده فايق. يلا تصبح على خير يا للخير. أنت من أهل يا ولد. دنيا يا دنيا دنيا، الواد بيعيط يا دنيا يا دنيا، انت رحت فين يا حبيبي؟ دنيا يا دنيا راحت فين دي بس؟ دنيا 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 الله راحت فين؟ دنيا يا دنيا 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 يا دنيا دنيا يا دنيا دنيا يا دنيا. فرج يا فرج انت يا ابني يا فرج يا فرج. ايه الحكاية؟ هما راحوا فين دول على الصبح؟ اخص عليكي، عملتيها يا دنيا؟ هم يا ولا هم قبل ما البلد تصحى. والله انا خايف يا دنيا، الراجل ده يودينا في داهيه. عارف حد غيره يا اخويا صرفها لنا؟ لا الراجل ده مصايبه كتير واكيد كاره سيرتنا احنا كمان. بس دي هبشه حلوه هياكل من وراها الشهر. يا اختي هو ناقص ده واكل وشبعان وكرش قدامه 70 متر والبحر يحب الزياده. يلا يا ولا قبل ما البلد تصحى. ما تاخذنيش يا ست محاسن ان انا بخبط عليك بساعه زي دي. انا جاي اسالك عن دنيا. دنيا
مالها دنيا؟ ما شفتهاش يعني ما جاتش عندك؟ لا والله يا سي ابراهيم، هي ايه؟ مش في القش عندك ولا ايه؟ صحيت ما لقيتهاش. ايوه ازاي الكلام ده؟ يعني ما نامتش في البيت الليله دي؟ لا دي كانت نايمه جنبي طول الليل، صحيت ما اعرفش راحت فين. طب ما سالتش الواد اخوها؟ اخوها راخم ملوش اي اثر. بقول لك يا ست محاسن، انا عايزك بس تاخدي بالك من الواد احسن، سايبه لوحده في العشه لغايه ما ادور عليها. من عينيا يا اخوي، ربنا يستر يا رب، ربنا يستر. جيب العواقب سليمه يا رب. انا اروح وارد وقت ما انا عايز. اجري اجري ديلي المعلم عبد الجبار بسرعه. المعلم نايم يا اختي، ونهار ما اصحيه اصحيه عشان حاجه تستاهل او حاجه تفرحه، انما انت لو شافك مش بعيد يقتلك. انت هتجري تندهيني ولا اخبطك في الارض لطاتك وانت حاطه زي الكره كده؟ تنططي مين يا ميلة اللي مش اي حد يعدلك؟ انا يا اختي ميلة؟ انا لولا اني معدوله ما كانش جوزك حافي ورايا عشان يتجوزني ويسيبك انت وضرتك يا عينيا. ويمين الله ان ما مشيتوا دلوقتي انا همرر بيكوا. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، صباحنا وصباح الملك لله. ايه وليه الغاغه دي بتتشكل مع مين؟ انا يا معلم. مين؟ دنيا؟ قطعت وقطع اسمها. ازيك يا سيدي المعلم؟ شوف البت وقدرها. والله زمان يا دنيا. وادي كمان جيت يا معلم. اهلا يا اخويا، وايه اللي عذبكم علينا بعد الغيبه دي كلها؟ ده انا افتكرت انكم نسيتونا. معلم خش يا وليه جوه. خش يا وليه. ايه يا قمر؟ ايه اللي فكرك بينا؟ احنا وقعنا من السما يا معلم وانت استلقيتنا. احنا مالناش قدر احنا نغيرك يا معلم. عايزين نجدة يعني، بعد اللي عملتوه فيا يا اولاد الابلسه. دي ايام وراحت لحالها بقى يا معلم. احنا دلوقتي جايين لك في موال جامد قوي، ومحدش يقدر يتصرف لنا فيه غير. وانت طول عمرك مية مية وقبها يا معلم، ومش هتاخر علينا. طب واذا اتجدعنت معاكي؟ هتتجدعني معايا ولا تقل بقصدك زي زمان؟ خلاص بقى يا معلم، ما عادش يجي منه. انا دلوقتي على ذمه راجل وجايبه منه عيل كمان. امال ايه بقى؟ انتوا حكايتكم حكايه جامده قوي يا معلم، ما ينفعش نتكلم فيها كده، لازم نقعد ونتكلموا على رواق. ومال خشوا خشوا خشوا، ده انتوا باينكم حكايتكم حكايه. ايوه ايوه حاضر. يا رب استر يا رب استر يا رب.